تتوكل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في البداية نترحم على شهداء الوطن ونأمل الشفاء العاجل للجرحى، ونسأل الله أن ينصر جيشنا على أعداء الله وأعداء الوطن نصرا عزيزا منصرا. بيان تأييد تفويض من قبل شباب لنفا بيت أيت المصموت. الله أكبر. نظرا للظروف التي تمر بها البلاد من فوضى عارمة وتدخلات أجنبية قد تكون بوادر احتلال بطرق حديثة، ارتأينا نحن شباب قبيلة أيت المصموت أن نتقدم بتأييد تفويض المشير خليفة بن قاسم أبتر. لتولي شؤون البلاد حفظ الله ليبيا من كل شر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.